بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، رمضان الكريم، أهل الله عليكم بالخير واليمن والبركات، ورفع عن أمتنا هذا الوباء، لنعود إلى فصولنا الدراسية سالمين إن شاء الله تعالى، وانسجاما مع ما تفرضه الظرفية الحالية، وفي إطار استمرار المواكبة البيداغوجية لدروس التعليم عن بعد، وفي مرحلة الدعم والمراجعة، يسعدني أن أقدم لكم هذا النموذج الإجهادي لسلك الثانوي الإعدادي لفئة الثالثة الثانوية الإعدادية، لعله يساعدك أيها التلميذ أيتها التلميذة أثناء التعامل مع الاختبار الإجهادي. وقبل ذلك، لابد أن نعرج بكم سريعاً على الإطار المرجعي المنظم لهذا الاختبار، باعتباره يقدم الهيكل العام للامتحان، حيث نجده يحدد الوضعيات الاختبارية والقدرات المستهدفة من حسب كل مهارة في كل مجال من المجالات الثلاثة. وهكذا نجده في مجال القراءة، وفي مهارة ملاحظة النص، يطلب تحديد في السؤال الأول تحديد المجال الذي ينتمي إليه النص، سواء من تلك المجالات الثلاث التي رأيتم في الدورة الثانية، سواء المجال الاقتصادي والاجتماعي والاقتصادي، والمجال السكاني، والمجال الفني الثقافي، أو يطلب في السؤال الأول، يعني اختيارين، إما تحديد المجال الذي ينتمي إليه النص، أو تحديد نوعية النص، هل هو نص سردي، أو نص وصفي، أو نص حجاجي، أو غير ذلك من أنواع النصوص. في السؤال الثاني من مهارة الملاحظة، يطلب منك تحديد علاقة العنوان بجزء محدد من النص، يمكن أن يكون هذا الجزء بداية النص أو نهايته، أو فقرة موجزة من فقرته، وهذا السؤال عليه نقطة واحدة. في مهارة الفهم، لدينا مطلبان اثنان. المطلب الأول يتعلق بالشرح، أي شرح لفظتين اثنتين حسب سياقهما في النص، إما بالمرادف أو بالضد. وفي المطلب الثاني يطلب تحديد القضية أو القضايا التي يعالجها النص، سواء تحديد الفكرة العامة، أو استخراج الأفكار الأساسية في النص، أو استخراج الأفكار الفرعية التي يتضمنها النص. في مهارة التحليل، لدينا ثلاثة مطالب. المطلب الأول يتعلق باستخراج بعض الألفاظ والعبارات الدالة على المجال الذي ينتمي إليه النص، أو تصنيفها في حقول معجمية أو دلالية. والمطلب الثاني استخراج عناصر محددة من النص تبعاً لنوعيته. فالسؤال الثاني يكون له المطلب الثاني يكون حسب نوعية النص. مثلا إذا كان النص سرديا، قد يطلب منك استخراج شخصياته أو أحداثه، أو يطلب استخراج الأماكن والأزمنة أو غيرها، وقد يطلب في نوع آخر من النصوص استخراج بعض الحجج أو بعض الصفات أو غير ذلك. في المطلب الثالث أو السؤال الثالث يطلب استخراج القيمة أو القيم المتضمنة في النص، هل مثلا استخراج القيم كالقيم الحقوقية أو القيم الاجتماعية أو القيم الفنية والثقافية، والاستدلال على تلك القيمة أو تلك القيم بما يناسب من النص، الاستدلال عليه من النص. وهذه الأسئلة الثلاثة بثلاث نقاط. في مهارة التركيب يطلب تلخيص، إما تلخيص ما ورد في النص من أفكار، أو يطلب منك إبداء الرأي في القضية أو القضايا التي يعالجها النص، أو إبداء الرأي في موقف حول موقف
الكاتب، وهذا السؤال عليه نقطتان، إذن فهو سؤال مهم جدا. في مجال الدرس اللغوي نجد أن الإطار المرجعي يستهدف قياس 5 مهارات. المهارة الأولى مهارة التطبيق على شكل أو من خلال الشكل، حيث في السؤال الأول يطلب شكل 4 ألفاظ واردة في النص شكلا تاما على أن تمثل قاعدة أو قواعد درس أو أكثر من الدروس المقررة في الدورة الثانية. أيضا مهارة الاستخراج، وهي مهارة المعرفة أي التعرف على ظاهرة لغوية من الظواهر، حيث في السؤال الثاني يطلب منك استخراج أسلوبين 2 مختلفين من النص من بين الأساليب التي رأيناها في الدورة الثانية، مثل أسلوب التعجب، أسلوب الاختصاص، أسلوب المدح، أسلوب الذم، وأسلوب الاستفهام. إذن يطلب منك استخراج أسلوبين مختلفين من هذه الأساليب. أيضا يقيس في مهارة التوظيف، يطلب منك في السؤال أو في المطلب الثالث توظيف ظاهرة لغوية من الظواهر في تركيب معين، أي كتوظيف مثلا الممنوع من الصرف في سياقات تعبيرية مختلفة، تركيب في جملة، أو تحويل صيغ، أو اشتقاق، أو غيرها. في المطلب الرابع يتعلق هذا المطلب بالتحليل، حيث قياس قدرتك على تحليل البنيات التركيبية للإضافة أو اسم التفضيل أو النداء، وذلك بتحديد طريقة الصياغة أو تحديد العلاقات التي تربط بين المكونات أو تحديد وظائف الأسلوب أو إبراز الأحوال أو الأحكام. ولكل مهارة من هذه المهارات أو لكل مطلب من المطالب نقطة محددة كما ترونها حسب سلم التنقيط، فالشكل عليه نقطة واحدة، الاستخراج أو المعرفة نقطة واحدة، التوظيف نقطة ونصف، التحليل نقطة ونصف، وبقية مهارة التطبيق أي الإعراب، وهو السؤال أو المطلب الخامس، حيث يطلب إعراب كلمتين اثنتين واردتين في نص الانطلاق إعرابا تاما على أن يمثل أو أن يمثل هذا الإعراب قاعدة من القواعد المقررة في الدورة الثانية. في المجال الثالث مجال التعبير والإنشاء، مهارة الإنتاج، طبعا هو مهارة واحدة، هي مهارة إنتاج نص منسجم انطلاقا من سند، إما سند بصري كصورة أو لوحة أو رسم، أو سند لغوي كما هو في الغالب، أي سند عبارة عن نص الانطلاق أو قولة أو بداية حكاية. توظف فيه خصائص إحدى المهارات الآتية، أي من المهارة من المهارات التي رأينا، مهارة كتابة سيرة ذاتية أو غيرها، أو مهارة تخيل حكاية عجيبة أو من الخيال العلمي، أو كتابة نص حول مهارة توظف فيه مهارة إصدار حكم قيمة. ونعلم أن مجال التعبير والإنشاء أخذ 6 نقاط من يأخذني 6 نقاط من الاختبار. معايير التقويم كما حدد الإطار المرجعي في التعبير والإنشاء هو مدى التزامك أيها التلميذ العزيز بالمطلوب، والقدرة على توظيف التقنيات وإجراءات المهارة الواردة في المطلب. مدى توظيفك لتقنيات مثلا كتابة السيرة الذاتية أو الغيرية، أو تقنيات وإجراءات مهارة تخيل حكاية عجيبة، أو مهارة إصدار حكم قيم. أيضا تراعى مدى سلامة اللغة واحترامك لعلامات الترقيم وأدوات الربط وغيرها، مما يعطينا نصا أو موضوعا إنشائيا منسجما متكاملا وسليما. ومن أجل تمهيدك عزيزي التلميذ
عزيزتي التلميذة، على كيفية التعامل مع أسئلة الامتحان الجهوي. ارتأينا أن نشتغل على معكم على نموذج من نماذج الامتحان، من النماذج السابقة للامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الثانوي الإعدادي لدورة يونيو 2019. قبل البدء بالإجابة عن أسئلة الامتحان، أذكرك عزيزي التلميذ بضرورة التركيز أولا والقراءة المتأنية للنص ثم لأسئلة الاختبار قراءة أولى وقراءة ثانية، ثم بعد ذلك تعود إلى وتنطلق بقراءة النص، القراءة التي من خلالها ستستوعب أو تستوعب النص، وهذا ما سنحاوله. سأقرأ معكم نص الانطلاق الخاص بهذا الاختبار، والنص كما ترون في عنوان حول الثقافة المغربية والهوية. يقول النص: هناك في حياتنا المغربية وأمام تيارات المفاهيم في هذا العصر ما يجعلنا نقف لحظة تأمل من أجل ربط الحلقات وإحكام الصلات بين عناصر الثقافة المغربية الأصيلة ومفاهيمها ومعطياتها وخطواتها نحو أداء رسالتها في هذا العصر كما أدتها في عصور سالفة. فالبنية المغربية المتنوعة بين الخصب والجذب والغابة والسهل والجبل والهضاب والسواحل كونت مجتمعا متماسك البنية متميز الشخصية قادرا على التكيف والهضم والاستيعاب، كما أن الثقافات والفنون الوافدة عليه هيأت له فرصا متعددة للاختيار والاقتباس. الفقرة الثانية: ومع الامتداد الإسلامي وما حمله من سبل المعرفة والفنون والثقافة وما حرك من سواكن وما أحدث من روابط اجتماعية ومشاعر أخلاقية ودينية، شاهدنا تحولا ثقافيا شمل الحياة المغربية تعبيرا وتفكيرا وتنظيما لأصناف من المعرفة، وبذلك ارتبط الإنسان المغربي بمصادر جديدة للمعرفة وأمكنه أن يستكمل العناصر المؤهلة لتحقيق طموحاته الذاتية والتعبير عن هويته خلال عصور كان المغرب فيها محورا لإشعاعات ثقافية في أقطار الغرب الإسلامي، فما أعظم الفتح الإسلامي للمغرب. الفقرة الثالثة: وتعطي الفنون المغربية مادتها المتسعة المتنوعة في النغم الآلي وأنواع الموسيقى والرقص وقصائد الشعر الموزون الملحون لتكون معالم الثقافة المغربية المتميزة المرتبطة بحلقات تاريخية متسلسلة عبرت إلينا بوسائل شتى. وكان اللقاء بين الثقافة المغربية وبين الثقافات الوافدة منذ مطلع القرن العشرين مناسبة أظهرت فيها ثقافتنا مناعتها وحصانتها وقوتها، فرغم الفتور والتوقف والدهشة الحاصلة أول الأمر كان هناك انبعاث وحيوية وتجديد وتلقيح أكثر قوة، كما كان هناك تمييع يخشى أن تنتقل عدواه إلى عناصر من ثقافتنا فتفقدها ذلك الإشعاع الذي يحتفظ به منذ قرون، فكيف نحافظ على ثقافتنا من التمييع والضياع؟ الفقرة الرابعة والأخيرة: لقد أخذ البحث في ألوان الثقافة المغربية المكتوبة والمسموعة حيزا من أبحاث ودراسات لدوافع شتى وأهداف عديدة، وكانت حصائل هذه الدراسات والأبحاث ما يؤيد عمق الثقافة المغربية وارتباط معطياتها بالذاتية المغربية من جهة والعقلية المغربية من جهة أخرى،
وغني عن البيان أن المنظور التاريخي للثقافة المغربية ليس حاجزاً وليس عائقاً عن التطور والتجديد والتفاعل مع معطيات العصر في العلوم والفنون. نهاية النص. عبد القادر زمامة، الثقافة المغربية من منظور تاريخي، عن مجلة المناهل في عددها 35، لا تجمر 86 900 ألف، صفحتان 213 و 219 بتصرف. بعد القراءة المتأنية لنص الانطلاق عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذة، أنجز المطالب حسب المهارات في كل مكون، وتصدر الإشارة قبل الانطلاق في الأجوبة أو في الإجابة عن المطالب إلى ضرورة التركيز وقراءة السؤال قراءة جيدة، لأن إدراك وفهم السؤال نصف الجواب كما نقول. ولهذا إذن فما يهمنا هنا قبل الإجابة عن السؤال أن نعرف كيف نتوصل إلى الجواب. الذي يهمنا في هذا السياق هو معرفة كيف نتوصل إلى الجواب السليم، وليس الجواب في حد ذاته، لأن أجوبة هذا الامتحان يعني انتهت، بينما يجب عليك أن تعرف كيف تجيب في الامتحانات الإشهادية المقبلة إن شاء الله تعالى. وأولا مكون القراءة، ومكون القراءة أخذ 8 نقاط من سلم تنقيط الاختبار. السؤال الأول يتكون من مطلبين، مطلب ألف ومطلب باء. إذن نتوقف مع المطلب الأول في السؤال الأول ألف، وهو كالآتي: ما المجال الذي ينتمي إليه النص؟ هذا المطلب عزيزي التلميذ يتعلق بتحديد المجال الذي ينتمي إليه النص، ولكي تتمكن من الإجابة عن هذا السؤال بدقة يجب الاعتماد على عدة معطيات وعلى عدة مؤشرات وعناصر تساعدك في التوصل إلى تحديد المجال الذي ينتمي إليه النص. وأريد أن أثير انتباهك إلى أنه من الأفضل أن نقرأ قراءة أولية الأسئلة، جميع أسئلة الاختبار، قبل الانطلاق في الإجابة عن الأسئلة. يعني أن تقرأ الأسئلة قراءة أفقية وعمودية، يعني أن تقرأ جميع الأسئلة ثم تعود إلى السؤال الأول. لماذا؟ لأن بعض الأسئلة تكون الإجابات عنها في الأسئلة الموالية، أو تساعد الإجابة عنها في الأسئلة التي بعدها، كما هنا في هذا السؤال: المجال الذي ينتمي إليه النص. إذن لتحديده يجب أن نستعين به أولا العنوان، فالعنوان كما رأيتم حول الثقافة المغربية والهوية، إذن نتحدث عن الثقافة المغربية والهوية. نستعين أيضا بأغلب الألفاظ، إلى أي مجال تنتمي؟ ألفاظ النص، عندما تقرأ النص جيدا سوف تلاحظ أنه يتحدث ويستعمل مجموعة من الألفاظ تنتمي إلى مجال محدد. أغلب هذه الألفاظ عند قراءتنا للنص ستلاحظون أنها ترتبط بالثقافة وترتبط بالفنون. فأغلب الفقرات تتحدث، فقرات النص تتحدث عن الثقافة المغربية وتتحدث عن الفنون المغربية إلى غير ذلك. إذن هذه المعطيات، طبعا أيضا سنجد هذا الجواب عن هذا السؤال في السؤال الرابع الذي يتعلق بمجال النص، إضافة إلى مضامين النص. فمضامين النص تظهر أن الأمر يتعلق بحديث الكاتب عن الثقافة المغربية وعن مظاهر تطورها وانفتاحها. وبالتالي يمكننا القول بأن المجال الذي ينتمي إليه النص هو المجال الفني والثقافي. ستلاحظون كلمات الفنون، أنواع الموسيقى، الرقص، قصائد الشعر، الموزون، معالم الثقافة المغربية، هذه مجموعة من الألفاظ التي تؤكد
بأن المجال الذي ينتمي إليه النص هو المجال الفني والثقافي. المطلب الثاني ب في السؤال الأول، حدد العلاقة علاقة عنوان النص بالفقرة الثالثة منه. إذن في هذا السؤال لابد أن تركز معي عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذة، انظر إلى ما العنصر الأول الذي تقدم في السؤال، ولاحظ أنه كتب بلون أزرق. حدد علاقة عنوان النص بالفقرة الثالثة من النص. إذن فالمطلب يتعلق بتحديد علاقة عنوان النص بالفقرة الثالثة. انتبهوا جيدا إلى صيغة هذا السؤال وماذا تقدم منه. تقدم العنوان على الفقرة، إذن هل العنوان أم الفقرة الثالثة المستهدفة؟ سنجد أن عنوان النص تقدم عن الفقرة. بعبارة أخرى، ماذا يمثل العنوان بالنسبة للفقرة الثالثة؟ لأن هذا التحديد سوف يغير ويؤثر في نوع الإجابة. فإذا قلنا حدد علاقة عنوان النص بالفقرة الثالثة، أي علاقة العنوان بالفقرة، ماذا يمثل العنوان بالنسبة للفقرة الثالثة؟ ليس هو أن نقول ماذا تمثل الفقرة الثالثة بالنسبة للعنوان، أو عندما نقول ما علاقة الفقرة الثالثة بالعنوان. هل انتبهتم إلى هذه القضية؟ إذن يجب أن ننتبه إلى ما الذي تقدم في المطلب. تقدم العنوان، وبالتالي وكأنه يقول لنا ماذا يمثل هذا العنوان بالنسبة للفقرة الثالثة. إذن أكيد أن العنوان هو يمثل بالنسبة للفقرة تكثيف، أو جئنا نوع من التلخيص أكثر من التلخيص، بل هو تكثيف للفقرة الثالثة. لكن إذن هنا ظهرت العلاقة، علاقة العنوان بالفقرة الثالثة. لكن لو افترضنا أننا قلنا ما علاقة الفقرة الثالثة بالعنوان، لو غيرنا موقع ترتيب عناصر السؤال أكيد سوف تتغير الإجابة، وستصبح إذا قلنا ما علاقة الفقرة الثالثة بعنوان النص سيصبح الأمر مختلفا. فالفقرة بالنسبة للعنوان هي بمثابة توضيح، بمثابة تبيين، بمثابة تفسير. ونحن السؤال الذي طلب منا، المطلب الذي طلب منا، هو تحديد علاقة عنوان النص بالفقرة الثالثة، وليس علاقة الفقرة الثالثة بعنوان النص. إذن النص ماذا يمثل بالنسبة للفقرة الثالثة؟ هو طبعا علاقة عنوان النص بالفقرة الثالثة هي علاقة كيف ويكثف هذه، يكثف هذه الفقرة. بالنسبة للمطلب للسؤال الثاني أو المطلب الثاني، ويتكون من مطلوب واحد وهو الشرح حسب السياق، سواء بالمرادف أو بالضد. إذن هنا انتبه عزيزي التلميذ إلى أن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب منك العودة إلى النص والبحث عن هذه الكلمة وفهمها وفهم معنى وإدراك معناها حتى تستطيع أن تجيب عن بمرادفها أو بضد أو بضدها. فعندما سوف نعود إلى النص سنجد أن كلمة الفطور وردت في الفقرة الثالثة، حيث يقول الكاتب في هذه الفقرة. طبعا سأعود بكم إلى هذه الكلمة ومكان وردها. يقول فرغم الفطور والتوقف والدهشة الحاصلة أول الأمر، فرغم الفطور والتوقف والدهشة. إذن الفطور هنا يحمل معنى ماذا؟ أي معنى الضعف. فترة، نقول فترة الشيء أي ضعف ويعني قلت حدته فيكون في أقوى درجاته، لكن الفطور هو نوع من الانخفاض في القوة وفي الحدة.
فنقول فهنا يظهر لنا معنى الفتور بمعنى الضعف وبمعنى السكون وبمعنى نوع من التراخي. كلمة التجديد هي أيضا في نفس الفقرة يقول كان، يقول الكاتب كان هناك انبعاث وحيوية وتجديد وتلقيح أكثر قوة. كان هناك انبعاث وحيوية وتجديد. إذا ما هو ضد كلمة التجديد حسب هذا السياق؟ يعني لا يجب أن تعطي معاني أو تجيب أو تصح الكلمات خارج سياقها، بل يجب أن تجيب عن معناها داخل سياقها في النص، لأن الكلمة يكون لها معنى لغوي خارج النص، ولكن معناها داخل النص قد يختلف، تصبح لها معنى آخر. وبهذا فيجب أن تقرأ الكلمة وتفهم معناها ثم تجيب عن معنى في حسب سياقها في النص. وبهذا سيكون الجواب بالمرادف، أي شرح الكلمة بالمرادف، الفتور بمعنى السكون، التراخي، التثاقل، الضعف. وبالنسبة لي ضد كلمة التجديد، طبعا التجديد وضدها التقليد، ضدها الاتباع والمحاكاة والمحاكاة. نمر الآن أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، إلى السؤال الثالث. في هذا المطلب استخلص الفكرة العامة للنص. هذا المطلب يتكرر كثيرا واشتغلتم عليه في عدة نصوص، لذلك لا بأس أن نذكر بشروط صياغة الفكرة العامة، وهي نفسها القضية أو القضايا الأساس أو يعني القضايا الفرعية لفقرة من الفقرات. يعني عندما يطلب منك استخلاص مضمون فقرة أو فكرة أو نص. إذا شروط صياغة الفكرة العامة، أولا سميت فكرة عامة لأنها يجب أن تكون شاملة لمحتوى النص، شاملة بمعنى أن لا تكون الفكرة تمس فقرة معينة أو جزءا معينا من النص خاصا النص، بل يجب أن تكون شاملة لمحتوى النص، لا تقتصر على جزء منه. ثانيا أن تلم الفكرة العامة بغاية النص، بمعنى أي الغاية التي يسعى إليها الكاتب، وهي هنا بيان تنوع الثقافة المغربية وتعدد مشاربها ومصادرها. ثالثا من شروط الفكرة العامة أن تكون مجردة، بمعنى لا تدخل في عرض التفاصيل. أيضا أن تصاغ بإيجاز دون إطناب، يعني الفكرة تكون موجزة دون إطناب، بحيث لا تتضمن الفكرة العامة، لا تتضمن الأمثلة، لا تتضمن الحجج، لا تتضمن البراهين ولا المفسرات ولا المؤكدات. إذن هي فكرة مجردة، أي تقتصر على ماذا يريد أن يقول الكاتب في هذا النص، ما هي القضية، ما هي الفكرة التي يريد أن يقدمها الكاتب في النص. أيضا عند صياغتها يجب أن تختار عزيزي التلميذ بدقة مفتاح صياغتها ليتناسب مع نمط النص. فالنص مثلا هنا نص حجاجي إقناعي، مما يفسر أن نمزج بين كلمة رصد أو تتبع وكلمة بيان، ففي صياغة الفكرة العامة. وتلاحظون أن الفكرة العامة يجب أن تبدأ بمصدر حتى تكون جملة اسمية، ونعلم أن الجملة الاسمية تملك من القوة أكثر من الجملة الفعلية. وباحترامنا لهذه الشروط نستطيع أن نقول أن الفكرة العامة للنص بعد قراءة النص وقراءة الفقرات، هناك من التلاميذ من يقرأ كل فقرة ويلخص مضمونها ثم يجمع ويلخص مضامين الأساسية في شكل فكرة عامة، وهذه من بين الطرق أيضا التي تساعدنا على استخلاص الفكرة العامة. المهم أن تحمل هذه الفكرة المضمون العام وأن لا تقتصر على جزء واحد منه. فنستطيع أن نقول أن الفكرة العامة لهذا النص بعد قراءتنا رصد الكاتب، تلاحظون رصد الكاتب بين المصدر، رصد الكاتب لتطور الثقافة والفنون في المغرب وبيان تنوعها وتعدد مشاربها. إذن وقد تقبل كل فكرة، يعني تحترم المضمون.
بالنسبة للسؤال الرابع فيه طبعا وقد أشرنا إليه في السؤال الأول وقلنا لابد أن نعود إلى هذا السؤال في لتحديد المجال الذي ينتمي إليه النص، وقد لأن تحديد الألفاظ يساعد على تحديد المجال. إذا طلب هنا منا أن نجرد من النص أربعة ألفاظ تدل على هذا المجال الذي ينتمي إليه، وقلنا بأن المجال الذي ينتمي إليه النص هو المجال الفني الثقافي، وكما نرى في النص بدءا من عنوانه أيضا من خلال فقراته وكذلك الفكرة العامة للنص أن المجال الذي تندرج ضمنه أغلب الألفاظ، وعندما نقول ألفاظ قد تكون ألفاظا مفردة أو مركبة، مفردة أو مركبة أي جمل، وهي كثيرة في النص. لذلك يجب أن تختار عزيزي التلميذ، عزيزي التلميذة، اختر الكلمة أو اللفظ المناسب للمجال، لا تختار كلمات مشكوك في أمرها هل تنتمي إلى هذا المجال أو هي مشتركة بمجالات مختلفة. ما دام طلب منك أربعة ألفاظ اختر اللفظ المناسب الذي لا يعتريه شك في أنه ينتمي إلى هذا المجال، أي المجال الذي لدينا هو المجال الفني الثقافي، وألفاظ كثيرة على ذلك. أيضا تصدر الإشارة إلى يجب أن نحترم العدد المطلوب. إذا طلب منا أربعة ألفاظ لم يطلب منك أكثر من أربعة، فحاول أن تحترم العدد المطلوب بدون زيادة أو نقصان. فنستخرج أو نجرب بعض عدد من الألفاظ وأنت تختار منها أربعة ألفاظ مثلا في الانتهاء، أربعة فقط مناسبة كالثقافة مرتبطة طبعا بالمجال الثقافي والفني، الفنون، المعرفة، تحولا ثقافيا، تعبيرا، تفكيرا، النغم الآلي، الرقص، قصائد الشعر الموزوني والملحون وغيرها من الألفاظ التي تندرج وتنتمي إلى المجال الفني والثقافي. نمر الآن إلى السؤال الخامس. بيّن من خلال النص دليلين اعتمدهما الكاتب لتأكيد انفتاح الثقافة المغربية. المطلوب هنا أيها الأعزاء أن نبين من خلال النص، أن نبين ليس فقط أن نستخرج، ولكن أن نبين، يعني أن نعرف ونبين، أن نبين من خلال النص دليلين اعتمدهما الكاتب لتأكيد انفتاح الثقافة المغربية. إذن المطلوب العودة إلى النص، فيجب أن ننتبه إلى أن النص حجاجي والكاتب يريد التأكيد على انفتاح الثقافة المغربية. إذن ما هي الأدلة التي اعتمدها لكي يؤكد على هذا التصور أو على هذا الانفتاح؟ عند العودة إلى النص وبالبحث فيه نجده يشير في الفقرة الأولى إلى أن الثقافات والفنون الوافدة على المغرب هيأت له فرصا متعددة للاختيار والاقتباس. إذن فهنا نستشف دليلا من الأدلة عندما يقول أن الثقافات والفنون الوافدة على المغرب هيأت له فرصا متعددة للاختيار والاقتباس، فأكيد أن هذا الدليل دليل حضاري، بحيث أن الحضارة المغربية اقتبست من ثقافات الحضارات الأخرى. وفي الفقرة الثانية كذلك تحدث الكاتب عن الامتداد الإسلامي وما حمله من سبل المعرفة والفنون والثقافة. وفي الفقرة الثالثة تحدث الكاتب عن الفنون المغربية الوافدة منذ مطلع القرن العشرين، وهذا دليل طبعا. ما نوع هذا الدليل؟ الظاهر أنه دليل تاريخي، فهو تحدث عن الامتداد الإسلامي إلى المغرب وتحدث عن وفود الثقافات على المغرب منذ مطلع القرن العشرين. إذن دليل هنا دليل تاريخي أيضا، وبالتالي يمكن القول بالجواب التالي: الدليلان المعتمدان لتأكيد انفتاح الثقافة المغربية على ثقافة أخرى. إذن لدينا دليل تاريخي
وطبعا له ابعاد تاريخيه، وهو ما ترتب عن الفتح الاسلامي معرفيا وفنيا وثقافيا. ودليل حضاري هو اقتباس الثقافه المغربيه من الثقافات الاخرى. وهكذا نكون قد اجبنا عن هذا المطلب الخامس. السؤال السادس يتعلق بقيمة من قيم النص، والمطلوب أبرز قيمة من القيم المتضمنة في النص مستدلا بعبارتين مناسبتين من النص. أكيد عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، أن أي نص من النصوص يتضمن قيمة أو مجموعة من القيم، سواء كانت قيما عامة أو قيما فرعية. والقيم المتضمنة في النص غالبا ما ترتبط بمجال النص الذي سبق الحديث عنه، مجال النص في السؤالين الأول والرابع، وأيضا تكمن في الفكرة العامة للنص. ومنه كما علمنا أن النص يندرج ضمن المجال الفني والثقافي، فنستطيع أن نقول إن القيمة المتضمنة في النص قيمة فنية وثقافية. ما الدليل؟ تكمن في كون الكاتب يسعى إلى التأكيد على انفتاح الثقافة المغربية، على انفتاح الثقافة المغربية على ثقافات أخرى. أيضا يريد إثبات أهمية البعد التاريخي والحضاري للثقافة المغربية. وقلنا قيمة فنية أيضا لأن الكاتب تحدث وبين تنوع الفنون المغربية كرافد من روافد ومعلم من معالم الثقافة المغربية. ويمكن الاستدلال على هذه القيمة من خلال مجموعة من العبارات الواردة في النص. وهنا يجب عليك عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، أن تختار العبارات المناسبة للقيمة المستهدفة، وأن لا تختار عبارة بعيدة عن هذه القيمة. ومنها مثلا في هذا النص، في هذا الاختبار نجد في النص عبارة كما أن الثقافات والفنون الوافدة عليه هيأت له فرصا متعددة للاختيار والاقتباس. نجد كذلك عبارة وكان اللقاء بين الثقافة المغربية وبين الثقافة الأخرى منذ مطلع القرن العشرين مناسبة أدارت فيها ثقافتنا مناعتها وحصنتها وقوتها. إذا تلاحظ دائما أن العبارات تتحدث عن الثقافة وعن الفنون المغربية. أيضا التجديد والتفاعل مع معطيات العصر في العلوم والفنون. وتقبل في هذا السياق أو في هذا المطلب كل إجابة هنا مناسبة. في السؤال السابع والأخير، أبدي رأيك معللا من موقف الكاتب من انفتاح الثقافة المغربية. تلاحظون أيها الأعزاء أن هذا السؤال يشبه في مطلوبه التعبير، سؤال التعبير والإنشاء، لأنه يتضمن أولا كما ترون مناقشة أو نقد رأي الكاتب، ثانيا يتطلب التعبير عن الرأي الشخصي، وثالثا يتطلب منك التعليل والدفاع عن رأيك الشخصي بالحجج والأدلة والبراهين. لذلك تلاحظون أنه نال حصة مهمة في سلم التنقيد، نال نقطتين. إذا هذا السؤال يتطلب مني أولا الإشارة إلى رأي الكاتب، والتذكير بموقفه من انفتاح الثقافة المغربية. لابد أن تشير إلى موقف الكاتب لأنك سوف تعلق على هذا الرأي. ثم بعد التذكير برأي الكاتب سوف تبدي رأيك معلل، أي مع التعليل بالحجج والأدلة المناسبة. ولا بد أن يكون هذا الرأي
سالما من الأخطاء اللغوية، لأنه يشبه كما قلت التعبير والإنشاء. ومنه يمكن أن نقول كنموذج للإجابة عن هذا السؤال مع باحترام هذه العناصر التي لا بد من الإشارة إليها ما يلي. يمكن أن نقول كنموذج للإجابة، وكنموذج للإجابة عن السؤال السابع المتعلق بإبداء الرأي من موقف الكاتب، أقترح عليكم هذا الجواب ونتأمل مدى احترامنا للعناصر التي يجب أن يتوفر عليها الجواب. نقول مثلا: لقد أكد الكاتب في هذا النص على انفتاح الثقافة المغربية على الثقافات الأخرى، مستدلا على ذلك بمجموعة من الأدلة، منها دليل تاريخي حيث استحضر دور الفتح الإسلامي للمغرب وما حمله من سبل المعرفة والفنون والثقافة، ودليل حضاري يتمثل في اقتباس الحضارة المغربية من الثقافات والفنون الأخرى. تلاحظون أنني في هذه الفقرة ماذا فعلنا؟ أشرت إلى وذكرت برأي الكاتب حتى أستطيع أن أناقشه. إذا الآن سوف أنتقد رأي الكاتب وأعلق عليه، ولا شك أني أدعم موقف الكاتب. إذا يجب أن تشير إلى رأيك الشخصي بضمير المتكلم، ولا شك أني أدعم موقف الكاتب. إذا هنا يجب أن تختار الموقف المناسب، سواء بالموافقة أو بالرفض، وأن تختار الموقف الذي تستطيع الدفاع عليه. لا يجب أن تختار موقفا مثلا معارضا للكاتب ولكنك لا تستطيع أن تدافع عليه. وإن اخترت موافقة الكاتب في تصوره وفي موقفه، فعليك عزيزي التلميذ أن تأتي ببعض الحجج والأدلة التي تؤكد بها وتعلل بها موقفك. إذا فنقول مثلا: ولا شك مثلا عن هذا السؤال أو عن موقف الكاتب في هذا النص، ولا شك أني أدعم موقف الكاتب لكونه، تبرر لماذا تدعمه؟ لكونه يعكس حقيقة تاريخية وحضارية من جهة، وحقيقة واقعية ماثلة أمامنا من جهة أخرى. تلاحظون هنا أنني آتي بدليل أكثر، بدليل آخر من غير الأدلة التي جاء بها الكاتب. فالكاتب له أدلته، وأنت يجب أن تكون لديك أيضا أدلته. ماثلة أمامنا من جهة أخرى، إذ نرى عدة شواهد تؤكد انفتاح الثقافة المغربية على الثقافات الأخرى بحكم موقع المغرب الجغرافي كصلة وصلين بين الثقافة الأوروبية والثقافة العربية والإسلامية والثقافة الإفريقية. إذا ها أنت جئت بدليل آخر، دليل جغرافي وأيضا حضاري، عن انفتاح الثقافة المغربية. كما يتجلى هذا الانفتاح، أنت ستضيف دليلا آخر، بالتعدد اللغوي والتنوع الثقافي المغربي. إذا فالمغرب متعدد اللغات واللهجات والتنوع الثقافي والثقافات. في التعدد اللغوي والتنوع الثقافي المغربي الذي احتضن أجناسا وأعراقا مختلفة، عربية أمازيغية إفريقية وأوروبية. ويمكن أن نمثل، هكذا تقول، ويمكن أن نمثل هنا، تعطي أمثلة لكي تؤكد بأن لديك موقف قوي. ويمكن أن نمثل، لاحظوا أنني وضعت الإشارات دل على الحجج والأدلة بلون أحمر. ويمكن أن نمثل لذلك ببعض الفنون المغربية، أنت تعطي أمثلة ذات الطابع الأوروبي كالطرب الأندلسي القادم من الأندلس. إذا هذا دليل على انفتاح الثقافة المغربية. وموسيقى غناوة مثلا ذات الجذور الإفريقية، دليل على انفتاح المغرب على يعني على امتداده الإفريقي، وغيرها كثير مما يدل على انفتاح الثقافة المغربية على الثقافات الأخرى. والآن أعزائي التلاميذ والتلميذات، نمر إلى المكون الثاني، وهو مكون الدرس ومجال الدرس اللغوي ومطالبه. السؤال الأول يتعلق بالشكل، يقول: اضبط بالشكل التام ما كتب بخط بارز في النص مراعيا الموقع الإعرابي. لابد أيها الأعزاء أن تنتبهوا أثناء مطلب الشكل، والشرط الضروري
لهذه العملية، أي لشكل الكلمات التي كتبت بخط بارز، فيجب أن تشكل حسب سياقها في الجملة من النص. بمعنى لا يمكن أن تشكل الكلمات دون أن تعود إلى النص وأن تقرأ الجملة الكلمة في الجملة في النص، في سياقها في النص، إذ لا يعقل أن تضع الحركات الإعرابية دون مراعاة الموقع الإعرابي. ولهذا لا بد لنا من العودة إلى النص وطبعاً تتبع الجمل التي تتضمن هذه الكلمات التي يطلب منا شكلها. وهكذا نبحث عن موقع الكلمة الأولى في النص فنجدها في الجملة التالية. إذن هذه الكلمات الأربع التي طلب منا شرحها. إذن الكلمات سواكن في النص نجدها في هذا السياق، وما حرك من سواكن. إذن ترون حرك فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، من حرف جر سواكن. إذن سواكن على وزن فواعل، وهو كما تعلمون ماذا؟ طبعا هو صيغة ممنوعة من الصرف، فهي صيغة منتهى الجموع، الكلمة صيغة منتهى الجموع، إذن ممنوعة من الصرف، وبالتالي فيجر الممنوع من الصرف بالفتحة النائبة عن الكسرة، ولذلك قلنا ما حرك من سواكن. الكلمة الثانية كلمة الشعر، ونجدها في السياق التالي وفي الجملة التالية في النص. حاولت أن أقتبس لكم الجمل التي وردت فيها الكلمات، وأنتم في الاختبار يجب أن تعودوا إلى النص. يقول الكاتب: وتعطي الفنون المغربية مادتها المتسعة المتنوعة في النغم الآلي وأنواع الموسيقى والرقص وقصائد الشعر الموزون. إذا تلاحظون كلمة الشعر جاءت طبعا مضافة إليه، الواو حرف عطف، قصائد اسم معطوف على ما قبله على الرقص والموسيقى وأنواع، ومضاف الشعري مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره الشعري، وطبعا لا ننسى همزة الوصل. في الكلمة الثالثة مطلع ترد في الجملة التالية: وكان اللقاء بين الثقافة المغربية وبين الثقافات الوافدة منذ مطلع القرن العشرين. إذن منذ مطلع، فمنذ طبعا ظرف مضاف ومطلع مضاف إليه، والمضاف إليه يكون مجرور. الكلمة الرابعة والأخيرة نجدها في السياق التالي في الجملة الآتية: كان هناك انبعاث وحيوية وتجديد وتلقيح. كان هناك انبعاث وحيوية وتجديد وتلقيح، خبر أكثر قوة. إذن أكثر قوة، إن بكان انبعاث أكثر قوة، وبالتالي فهكذا أكون قد شكلت الكلمات حسب سياقها بدون خطأ. السؤال الثاني من مجال الدرس اللغوي يقول: استخرج من النص أسلوب استفهام وأسلوب تعجب. يجب الانتباه عند استخراج الأساليب، يجب علينا أن ننتبه إلى الأدوات التي تصاغ بها هذه الأساليب. مثلا في أسلوب الاستفهام يجب أن نبحث عن الأداة الدالة على أسلوب الاستفهام، الأدوات التي يؤدى بها هذا الأسلوب، عن أداة من أدوات الاستفهام، ومثلا كالهمزة وهل ومتى وأين وغيرها من الأدوات. بالنسبة لأسلوب التعجب فيجب أن نبحث عن الصيغة الدالة على التعجب، حيث نعلم أن أسلوب التعجب يؤدى بطريقة مباشرة بصيغتين، بصيغة ما أفعل وأفعل به. إذن يجب أن أبحث عن هاتين الصيغتين أو عن إحداهما في النص حتى أتأكد من أن هذا الأسلوب هو أسلوب تعجب أو أسلوب استفهام. إذن هكذا يسهل العثور على
الأسلوب المطلوب، حيث أن أسلوب الاستفهام الوارد في النص هو كيف نحافظ على ثقافتنا من هذا التمييع، وأسلوب التعجبي هو ما أعظم الفتح الإسلامي للمغرب بصيغة ما أفعى ما أفعل. نمر إلى السؤال الثالث، يقول: وردت في الفقرة الأولى كلمة السواحل، ركبها في جملة مفيدة بحيث تكون ممنوعة من الصرف. والسؤال عليه نقطة ونصف. إذن هنا تركيب كلمة في جملة مفيدة، وعندما نقول جملة مفيدة يعني جملة سليمة مبنى ومعنى. هنا يجب أن ننبه وأن تنتبه عزيزي التلميذة إلى بنية الكلمة المطلوب تركيبها، فهي كما نرى السواحل معرفة بأل، ولكن ولكي تكون ممنوعة من الصرف يجب أن تجرد من أل ومن الإضافة، لأن من شروط المنع من الصرف أن يكون مجردا من أل أو مجردا من الإضافة. أما إذا أضيف أو عرف بأل فإنه لا يمنع من الصرف أو لا يمنع من التنوين، وقد تكون أن تجرد من أل ومن الإضافة، وقد تكون مجرورة أو مرفوعة أو منصوبة حسب موقعها في الجملة. إذن يمكن أن نقول مثلا كأمثلة كنماذج للإجابة: للمغربي، إذا لاحظوا أننا حذفنا أل ولا يجب أن تكون مضافة حتى يصح أن تكون ممنوعة من الصرف. نقول مثلا: للمغرب سواحل ممتدة. إذن هنا في حالة الرفع، وفي حالة النصب يمكن أن نقول: رأيت سواحل شاسعة. سواحل شاسعة، إذن لا يمكن أن يكون منونا، لا يقول سواحلا، فهو ممنوع من التنوين، ممنوع من الصرف. ويمكن أن نقول في حالة الجر: مررت بسواحل جميلة. جميلة نعت لسواحل، الاسم المجرور بالباء، بسواحل اسم المجرور وعلامة جر الفتحة النائبة عن الكسر لأن ممنوع من الصرف، جميلة نعت لسواحل هذا المجرور. نمر إلى السؤال الرابع، يقول: أتمم الجدول الآتي بما يناسب، ويتكون من نقطة ونصف، عليه نقطة ونصف. في هذا السؤال يجب إتمام الجدول بما يناسب الظاهرة اللغوية، وهي هنا كما ترون في الجدول ظاهرة الإضافة، وتحديد المضاف والمضاف إليه، ثم نوع الإضافة وفائدة الإضافة في الجملة التي أمامنا. وهنا يجب علينا قراءة، قبل الإجابة يجب علينا أن نقرأ الجملة بتأني وتحديد الوظيفة النحوية لكل كلمة حسب موقعها الإعراب. إذن الجملة التي أمامنا: أخذ البحث في ألوان الثقافة المغربية المكتوبة والمسموعة حيزاً من أبحاث ودراسات. إذن أخذ كما ترون فعل ماض مبني على الفتح، البحث فاعل، في حرف جر، أخذ البحث في ألوان، إذن تلاحظون اسم المجرور، ألوان ماذا؟ في ألوان الثقافة. إذن هنا الثقافة مضاف إلى ألوان، إذن وهنا تظهر لنا ظاهرة الإضافة في هذه الكلمة، في ألوان الثقافة المغربية، طبعا نعت المكتوبة نعت ثاني، وحرف عطف، المسموعة اسم معطوف على النعت على المغربية، ألوان الثقافة المكتوبة معطوف على المكتوبة، حيزا طبعا مفعول به، من أبحاث وجار ومجرور ودراسات، لواو حرف عطف ودراسات معطوفة على أبحاث. إذا تلاحظون أن الظاهرة التي نبحث عنها والظاهرة المطلوبة هي ظاهرة الإضافة. إذا أين وردت؟ وردت في ألوان الثقافة. إذا أين هو المضاف؟ والمضاف إليه
وما نوع الإضافة وما فائدة الإضافة؟ إذا تعرفون أن يجب أن نتذكر أن الإضافة نوعان: الإضافة المعنوية والإضافة اللفظية. ولكل نوع من أنواع الإضافة فائدة من الفوائد. فنعلم أن الإضافة المعنوية سميت معنوية. لماذا سموها معنوية؟ لأنها تحدث تغييرا في المعنى، أي تأتي بمعنى آخر إلى الكلمة، أي إلى المضاف، حيث تفيد الإضافة المعنوية المضافة تفيده معنى جديدا، إما التعريف أو التخصيص، أي يكون التعريف عندما يكون نكرة، وبالإضافة يصبح معرفة، أو تفيد تخصيصه فيكون المضاف عاما ويصبح خاصا. إذن بالعودة إلى هذه الجملة، سنجد أن ألوان هو المضاف، وما هو المضاف إليه؟ طبعا الثقافة، ألوان الثقافة. إذن نوع هذه الإضافة، لاحظوا كلمة ألوان، ألوان جاءت اسم مجرور وهو اسم النكرة، طبعا أضيف إلى ماذا؟ أضيف إلى الثقافة وهو اسم معرف بأل. إذن ماذا سيستفيد؟ كيف سيصبح؟ ألوان ماذا؟ ألوان الثقافة. إذن فكلمة ألوان يكون لها معنى مختلف دون الإضافة، لكن عندما أضفنا إليه كلمة الثقافة أو أضفنا إلى الثقافة فأصبحت ألوان الثقافة أصبح معنى جديدا، وكأنه قال أنواع الثقافة. إذن ففائدة الإضافة هنا التعريف، ومنه يمكن أن نقول أن المضاف ألوان، المضاف إليه هو الثقافة، نوع الإضافة معنوية، وفائدتها أنها أفادت التعريف. أما الإضافة اللفظية فكما تعرفون فهي تفيد التخفيف بحذف التنوين أو بحذف النون، ولا وجود لها في هذه الجملة. والآن أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، إلى المطلب الأخير من مطالب الدرس اللغوي، ويتعلق بالإعراب. السؤال الخامس يقول: أعرب ما تحته خط في النص حسب الموقع الإعرابي. طبعا إذا تلاحظون الشرط الضروري هو حسب الإعراب، حسب الموقع الإعرابي. لا يمكن أن تعرب أي كلمة كيفما كانت خارج سياقها في الجملة، خارج سياقها في الجملة. إذن يجب أن نعود إلى الكلمة التي طلبت منا ونرى الجملة التي وردت فيها وفي وسياقها وموقعها الإعرابي، وأنا حتى نستطيع أن نعرب الإعراب الصحيح. إذن الكلمة الأولى التي سطرت تحتها بخط هي في الجملة التالية: وما أحدث من روابط اجتماعية. إذن طلب منا أن نعرب كلمة روابط فقط. إذن وما أحدث من، أحدث فعل من حرف جر من روابط. إذن ترون أن الكلمة هنا طبعا هي تندرج ضمن ظاهرة من الظواهر، وهي ظاهرة الظواهر اللغوية التي المدروسة أو قاعدة من القواعد، وهي قاعدة الممنوع من الصرف. طبعا ما طبيعة هذه الكلمة وما نوعها؟ فهو اسم جاء على صيغة منتهى الجموع على وزن فواعل. إذن من روابط، لماذا روابط؟ لأن الممنوع من الصرف كما نعلم طبعا يجر بالفتحة النائبة عن الكسر، اجتماعية نعتها الروابط. وعليه يمكننا أن نقول في الإعراب: روابط اسم مجرور وعلامة جره الفتحة النائبة، وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. الكلمة الثانية المطلوب إعرابها هي كلمة أعظم، وقد وردت في السياق التالي وفي الجملة التالية: فما أعظم الفتحة الإسلامية. فما أعظم الفتحة الإسلامية، إذن ما كما تعرفون لصياغة التعجب،
وأعظم فعل ماض جامد لإنشاء التعجب مبنية على الفتح مبني عفوا فعل ماض جامد لإنشاء التعجب مبني على الفتح الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على ما التعجبية، والجملة الفعلية في محل رفع خبر خبر، فما أعظم الفتح الإسلامي. وهكذا أستطيع أن أعرب الكلمتين حسب سياقهما وحسب موقعهما الإعرابي في النص. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، وصلنا إلى المكون الثالث، ويتعلق الأمر بمكون التعبير والإنشاء، ونعرف قيمته في هذا الاختبار، حيث يأخذ من سلم التنقيط ست نقاط. إذا في مكون الإنشاء يجب الانتباه إلى المطلوب والالتزام به، يجب أن ننتبه إلى المطلوب منا، ويجب علينا أن نلتزم بهذا المطلوب مع مراعاة خصائص الكتابة في كل مهارة من المهارات، ومنها وهنا طلب منا أن نحكي عن مرحلة حاسمة من حياتك. يقول السؤال: احكي عن مرحلة حاسمة من حياتك استخلصت منها عبرة موظفا ما اكتسبته في مهارة إنتاج سيرة ذاتية. إذا فلدينا مجموعة من المعطيات، أولها أنني سأحكي عن مرحلة حاسمة من حياتي، إذا أنت كتلميذ ستحكي عن حياتك، وهذه المرحلة التي ستحكي عنها شكلت لك درسا أخذت منه عبرة في حياتك، ولا بد أن توظف مهارات وخصائص وتقنيات إنتاج سيرة الذات، يعني أن الحديث عن الذات أو عن الحياة الشخصية يندرج ضمن السيرة الذاتية. وهكذا لا بد من التذكير بأهم خصائص كتابة السيرة الذاتية، وهي كالآتي: إذا ما دام المطلوب منا توظيف تقنيات وإجراءات مهارة إنتاج سيرة ذاتية، فأرى أن نذكر بهذه التقنيات وبهذه المهارات. إذا في الإنتاج ولكتابة سيرة ذاتية ترون في السؤال كلمة أو في المطلوب احكي، إذا لابد أن توظف أسلوب السرد والحكي، أيضا الاعتماد على السرد بضمير المتكلم، لأن الكاتب لأنك ككاتب أنت تتحدث عن ذاتك، وبالتالي فلا بد أن تستعمل ضمير المتكلم. أن يكون الحدث، لأن السيرة الذاتية تتميز بطبيعة حدثها الواقعي، يعني أن يكون الحدث الذي ستحكي عنه واقعيا ليس متخيلا، أو على الأقل يجب أن يكون هذا الحدث قابلا للوقوع في حياتك. أيضا يجب أن يكون الحدث الذي ستحكيه وستسرده ذو مغزى وذو فائدة ويحمل عبرة، فنحن لا نحكي أي شيء ولا نحكي عن أي حدث كيفما كان، فالحياة اليومية مليئة بالأحداث، ولكن أنا سأحكي وسأكتب نصا عن حدث ذو قيمة، حدث ذي قيمة وذي مغزى وذي عبرة وفائدة. أن يكون الحدث أثناء السرد متسلسلا تسلسلا منطقيا يمكن تقبله عقلا، يعني أنني عندما أريد أن أسرد حدثا يجب أن يكون الحدث متسلسل من البداية إلى النهاية، وأن تكون الأحداث يعني منطقية في تسلسل، منطقية في تسلسلها، لا يجب أن يكون الحدث غريبا أو تسلسله غير منطقي وغير مقبول عقلا. أيضا يمكنك أن تستعين في الكتابة بمجموعة من التقنيات في السرد، كاستعمال الوصف واستعمال الحوار وغيرها من الأساليب البلاغية أيضا التي تساعدك على تبليغ الأحداث وعلى تبليغ الأشياء الأفكار التي تريد تبليغها، كالتشبيه والترادف وغيرهم.
ولا بد كما تعلمون في الموضوع الإنشائي وفي كتابة السيرة الذاتية أو أي موضوع من مواضيع الإنشاء لا بد من الانتباه إلى اللغة. يجب أن أستعمل لغة سليمة، يجب أن أعتمد جمل سليمة وليس يعني خالية من الأخطاء بمختلف أنواعها، خالية من الأخطاء التعبيرية ومن الأخطاء الإملائية ومن الأخطاء اللغوية، يعني أن تكون لغة سليمة. أيضا يجب أن تكون الأحداث مترابطة ومتماسكة، ولا بد أيها الأعزاء من احترام علامات الترقيم. فغالبا ما نجد التلاميذ في الامتحانات يهملون علامات الترقيم إهمالا شديدا، وبالتالي فكل عمل فكل إنشاء تغيب فيه علامات الترقيم فهو مثل طريق تغيب فيها علامات المرور، وبالتالي فالأحداث تكون يعني معرضة ل يعني اللبس وللغموض وللغموض. ومن أجل الاستئناس بنموذج من السيرة الذاتية أقترح عليكم أعزائي التلاميذ والتلميذات مقتطفا من سيرة ذاتية للكاتب المغربي عبد القادر الشاوي تحت عنوان تحول، يحكي فيه أو في هذا المقتطف عن مرحلة حاسمة في حياته الدراسية انطلاقا من حدث مدرسي، وقع له حدث مدرسي مع أحد أساتذته، لكن هذا الحدث سيكون سببا في تغيير مجرى حياته، لذلك عنوانه بتحول أو عنوان النص أو المقتطف بتحول. يقول فيه عبد القادر الشاوي، تابعوا معي: كانت السنة الأخيرة من دراستي في ثانوية القاضي عياض طويلة ومتعبة. إذا تلاحظون هنا بماذا بدأ الكاتب في كتابة السيرة الذاتية، لا بد أنكم تلاحظون أنه بدأ بصيغة السرد، كانت التي تحيل على السرد وعلى استحضار الأحداث الماضية. كانت السنة الأخيرة، إذا الإشارة إلى الزمان، من دراستي، إذا الحدث، في ثانوية القاضي عياض، أشار إلى المكان، طويلة ومتعبة. فقد توضح لي أنني اجتزت الاختبار بحذق، يعني بذكاء، وأن هناك أفقا واحدا مطلوبا وشاخصا سوف أتجه إليه لكي أملأ نفسي بما كان غيري قد ملأ نفسه به، الحرية والسفر البعيد. هذه أحلامه التي كان يحلم بها في مرحلته الدراسية. هناك حد واحد سوف أقطعه لكي أصل إلى بغيتي. وكنا جماعة من الداخليين قد هيأنا أنفسنا لملاقاة هذه السنة بالاجتهاد والمثابرة، فقد كان الحصول على شهادة الباكالوريا منجاة لنا من أقدار عمياء تتعقب من يسعى إليها سعي المتهاون إما بتراخيه أو بلهوه. وكان الأستاذ العمري مثالا للشدة والحزم، وكانت دروسه من المحن التي تنفطر لها القلوب الصامدة. يدخل إلى القسم فنحسب أن قلوبنا قد خرجت إليه من خوف. ومن باب الاتفاق أنني اخترت الجلوس في القسم إلى جانب صديق كان يسعفني في كثير من الأوقات بما لم أجتهد فيه أو بما كان لي فيه إشكال، وهكذا صرنا نستعد للدروس بحذر وانتباه حتى جاء يوم الاختبار. ولم يكن قد مضى على بداية الدروس سوى شهرين أو يزيد قليلا. إذن تلاحظون هنا يصف لنا الظروف التي أحاطت بهذا الحدث قبل الحدث، يمهد الحدث الذي سيغير مجرى حياته. يقول: يوم دخل الأستاذ واتجه مباشرة إلى السبورة وكتب التاريخ والمادة ونحن نحسب أنه سيشرع بعد حين بالشرح والتفسير، وظننا أنه أخطأ القصد عندما خط بحروف عريضة: أجب عن السؤال التالي مدعما رأيك بالحجج المقنعة. ولكنه كان يكتب بالضبط ما سوف يفاجئ الكثيرين ويميز حذق البعض في الاجتهاد والتدبر، وهو ما كشف عنه السؤال، مطالبا إيانا أن نجيب بوضوح وتحديد عن الفرق بين الفلسفة والعلم. ولا أذكر مما جرى
إلا أنني كتبت بضع صفحات في تحديد الفرق، ولكن الزمن بين يوم الاختبار واليوم الذي ستقدم فيه النتائج زاد على كل توقع حتى ارتعبنا، وظننا أنه نسي الاختبار، غير أنه كان يتحين فرصة سانحة ليخبرنا بالنتائج وهي التي جاءت بعد أسابيع. فما إن دخل يوما القسمة حتى أبدى بعض الانزعاج، وبعد حين رأينا ممثل القسم يحمل إليه دفتر الغياب، فألقى عليه نظرة خاطفة حتى إذا وقف في اللائحة عند اسم رفع رأسه وحدجنا بنظرة عابسة ونحن في هذه الأثناء بين مترقب ومتوجس. وعلى حين غرة نطق باسمي، وكان يعنيني أنا بالذات، وإنها لمفاجأة صاعقة خارت لها قواي، وأذكر أني توردت من خجل حيث فجر في القسم ما سوف يملأ علي شخصيتي بعد ذلك، بل جعل الآخرين يركنون إلى التسليم بمولد فيلسوف بالقوة. أغرقني في خجل بارد لم أعد أسمع معه ما كان يلقيه على مسمعي من ثناء واستحسان، أظهرني بين الآخرين على غير ما كنت أتوقع لنفسي، ولا كان غيري يحسبني قادرا عليه. وبعد أيام صرت أحس في ذاتي ببعض التغير، كأنني لبست شخصية أخرى لا تقنع إلا بالعلياء من المراتب والدرجات، فوقعت من حيث لا أدري فيما سوف يغير مجرى حياتي. هكذا تحولت. إذن تلاحظون أعزائي التلاميذ كيف اختار الكاتب حدثا من الأحداث التي كانت سببا في تغيير مجرى حياته، وكيف أصبح لا يرضى إلا بالمراتب العليا بعد التشجيعات التي تلقاها من أستاذه حين تمكن من الإجابة ومن التفوق في الإجابة عن السؤال الذي طرحه في الاختبار المفاجئ عن الفرق بين الفلسفة والعلم. إذن تلاحظون أنه يجب أن نختار الحدث الذي يكون له أثرا ويكون لنا عبرة في حياتنا ليمثل نموذجا لسيرتنا الذاتية. في النهاية يجب أن أذكركم أعزائي التلاميذ عزيزات التلميذات بضرورة التأني أثناء الإجابة والتركيز والتدبر الجيد في السؤال، لأن كما سبق وأن قلت في البداية فهم السؤال سبيل لمعرفة الجواب، وتحديد المطلوب ماذا يطلب مني، لا يجب أن أتسرع وأكتب الجواب بما تبادر إلى ذهني كأول جواب، لا بد من التدبر وتحديد المطلوب قبل تدوين الإجابة. يجب أيضا مراجعة أجوبتي وتنظيمها وترقيمها وتدوينها بخط واضح، وأسأل الله تعالى أن يوفق الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.